هسه لو نفرض عندنا هذا الفايل اللي هو باللايبرري، حملت لكم اياه. ناخذ من يمه الشغلات اللي نحتاجها، ولنفرض انه احنا محتاجين مثلا اثاث للليفنج روم، وليكن هذه قطع الاثاث. محتاجين مثلا لغرف النوم مثلا هذا الجزء. خلنا ناخذ اللي هي بلوكات حتى نقدر بسهولة النقل والشغل. ناخذ هذه مثلا، نحتاج أبواب مثلا إذا نريد هماتين ناخذ من يمها، ناخذ أبواب مثلا للواجهة، ناخذ أشخاص إذا للسكاشن والواجهات هماتين. أي شيء نحتاجه كنترول سي بعد إن فعلنا، ونروح على الفايل مالتنا كنترول في. زين نجي هنا، أي شيء نشوفه إنه اللاي اوت مالته صاير كلش ثكنس قوي، فممكن اني ادخل على البلوك دبل كليك واقول له اوكي، اسلكه واروح على الهوم واخليه بلاير مثلا اسمه فرنتشر، وكله باي لاير وسيف تو تشينج. وكذلك كل بلوك ادخل عليه دبل كليك اوكي، اسلكه واروح للهوم واغير اللاير مالته واقول له كلوز. زين إذا ما كان عندي بلوك، وليكن هذا مو بلوك هو كله لاير، فشلون أسوي بلوك؟ أسلكه بي، بي إنتر، مجرد أنطيه بيت وهنا بيك بوينت وأقول أوكي. بهالحالة تحول عندنا هذا إلى بلوك. هذا هماتين أدخل بداخله أوكي، و اللي هو عن طريق دبل كليك، أسلكه وأروح أخليه بلاير الفرنتشر، سيف سيف. زين هسه هذا أخذه إم وأنقله لي. هسه هنا أنا هو جاي كلش كبير، فحتى أزغره السي إنتر من السنتر بوينت 7 مثلا. طبعا هو مو باي آي، المفروض تكون مثلا السيتنج 0.4، هو 45 الكرسي الأبعاد مالته، فالمفروض هذا تمام. زين الأسرة مثلا أنقلهم إلى غرف النوم، وليكن عندي مثلا هذا أحتاج لروتيت ار او، أو بس أحرك هذا إلى هنا. لا بالعكس، ممكن أعدل عليه، أجيب هذا أخليه هنا مثلا، وهذا حتى أعدل عليه هنا، فأكو رايت كليك إديت بلوك إن بليس، يعني إنه يفعل لي البلوك حتى أعدل عليه بس هنا بهذا المكان. زين بس عندي أنا الهاتش هنا ما يبين، من ورا الهاتش هو ما يبين لي، بس سيف تو تشينج ما حيفيدني، لازم هذا الهاتش أسوي له ديليت مثلا، وهذا إديت بلوك إن بليس. بهالحالة أنا أقدر أحرك هاي النقاط اللي موجودة، أجيبه مثلا هنا، وهذا أسوي له ديليت، وهذه هماتين ديليت، وهذا ممكن أخليه يستمر إلى هنا. بهالحالة أكون أنا خلصت هذا التعديل. بعدها أروح على إديت بلوك وأقول له سيف تشينج أوكي، فحيتعدل هذا. هذا أحتاج للروتيت آر أو من السنتر، أفعل الأورثو حتى يكون الروتيت عدل، وأجيبه من السنتر إلى هنا. زين هذا التسمية مالتها، العفو هذه مع هذه التسمية أجيبها إلى هنا. وفي الحالة أكون أني عدلت على البلوكات وشو ممكن أضيفه. في حال إنه صار الهاتش عندنا مغطي على البلوكات، فشلون أسوي هذا الشيء؟ أسلك واحد من الهاتشات، رايت كليك select similar، يسلك لكل هاتش موجود عندي بالفايل، right click draw order send to bug حتى تصير عندنا الأثاث إلى الأمام. زين الأشخاص ممكن أوديهم إلى الواجهة، من راح نروح للواجهة راح نعدل السكيل مالتهم، نعدل السكيل مالتهم إنه مثلا آخذ لاين طوله مثلا مترة 75 هذا، فهذولي تقريبا السكيل مالتهم حيكون 0.8 0.9. بهالحالة صار تقريبا طولهم مترة 75 أو مترة 80.
يحتاجون بعد شوية أصغرهم 4.9 مرة ثانية. فالحالة راح يكون عندي هذا، هذول هم أحتاج السي إنتر من نقطة من النقاط 0.6 وأصغر السكيل مالتهم. اللاير كذلك ممكن أدخل على دبل كليك وأغير اللاير مالتهم من الزيرو وأخلي بلاير مثلا التكستشر أو الفينس اللي هو كلش بسيط وخفيف حتى ليكونون هما كلش طاخ عندي. هذا هماتين كذلك، بس أنا المفروض أسوي لهم لاير خاص بهم، أسلكهم وأضيفهم إلى لاير موجود عندي ويكون التكست هو هماتين. في الحالة صاروا ضمن هذه اللاير وتكون اللايرات مو طاغية على الشغل مالتي والمخطط.